الحكم الظالم المجحف على الناشط السياسي أحمد؟ تختلف تتفق مع أحمد دوم؟ يعجبك تصرفاته؟ ما يعجبكش؟ تراه متطرفا في بعض الآراء؟ تراه ظلم بعض الناس؟ بس أحمد دوم بيتعرض وتعرض اليوم لظلم كبير جدا، تعرض بقاله 5 سنين زيه زي 100,000، والنهاردة تعرض لظلم كبير جدا. والقصة النهاردة مش قصة أحمد دوم في القصة اللي هنعرضها لكم دي، القصة النهاردة في اللي قاله لمؤاخذة القاضي بتاع المحكمة اللي اسمه محمد شيرين فهم. القاضي اللي النهاردة ما كانش بيحاكم أحمد دوم، قاضي النهاردة كان بيحاكم الثورة وبيهدد كل اللي شاركوا في الثورة. النهاردة القاضي هاجم الثورة ومن شاركوا فيها ووصفهم بمن ضلوا الطريق ننوس عين أم. ولقد كان الميدان مناخا خصبا ومرتعا لمن كانوا يعبثون في الخفاء من أصحاب المطامع والأهواء، أضلهم الشيطان بظله فنزع عنهم عداءة المواطنة واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن واندسوا بين ثناياه لتدبير مكائدهم وتحقيق مآربهم التي لا تحصل إلا قرارا وتدميرا. نثروا جذور الشر وألبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وهم يعلمون، حرصوا على تأجيج المشاعر وإطلاق الشائعات الإثارية والأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة بزعم أنهم من جلول النظام السابق ويجب تطهير البلاد منهم، لاستخدامهم العنف مع المتظاهرين والمعتصمين بدعوى أن ذلك يصب في مصلحة البلاد. في كل جملة تبقى عايز تقوله سكلات كأمك، كل جملة كل جملة بلد ماشية على ايديها. القاضي النهاردة قال لك على احداث مجلس الوزراء انهم كانوا بيدعموا البلطجية. في غيهم لأبعد من ذلك، فمنهم من استجلب الاشقياء من اصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين قضائيا واغلق عليهم بالمال والغذاء ليضمنوا بقائهم بالميدان وتنفيذ تكليفاتهم بالتعدي على رجال الجيش والشرطة وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليهم. وقد تجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق المنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة العامة للموانئ البرية وحي جولاق أبو العلا وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية. حتى المجمع العلمي الذي لا يعلم مكانه إلا القليل، ذلك المبنى الذي وقف شامخا شاهدا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن 16 الميلادي. النهارده القاضي قال لك الناس دول عملوا مصيبه، عملوا مصايب، عملوا جرائم. طب جرائم زي قال لك عطلوا الطريق. تعمدوا اخرون مجهولون تعطيل سير وسائل النقل العامه البريه وحركه المرور وان تجمهروا بالشوارع المحيطه بمجلس الوزراء والمؤديه الى ميدان التحرير فاعاقوا بذلك سيرها بنهر الطريق. لفت نظري ايضا ان شيرين قال ان المتهمين قاموا باستفزاز الشرطه عشان الشرطه تضربهم في مشهد كده، مش عبثي، لا مشهد يدعو للخبل. من لم يكن من دون اوطانه حمى فذاك جبان بل اخس واحقر. ففي خضم الاحداث الغير مستقره التي اعقبت ثوره 25 من يناير عام 2011 من فوضى وعنف واعمال شغب ووقفات احتجاجيه واعتصامات بالميادين كان ابرزها التظاهر المستدام امام مجلسي الشعب والوزراء لابداء المطالب الفئويه. وفي يوم 25/11/2011 نظموا تظاهره اسمها جمعه انقاذ الثوره وتجمع المئات منهم امام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنع رئيس مجلس الوزراء واعضاء وزارته من دخول المجلس. ولم تمضي فتره الاعتصام على خير حال
قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية وقذفهم بأكياس القمامة وزجاجات مملوءة بالبول والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية. ولم يكن هذا الاستفزاز محض الصدفة أو تصرف فردي من غير مسؤول، بل كان الأمر متعمداً لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدي على المعتصمين. يقول لك أصلهم استفزوا الشرطة عشان يضربوهم ويصوروهم، رغم ان المكان اللي حدثت فيه احداث مجلس الوزراء يعني مليء بالكاميرات، واحد من اهم النقط الحيوية في مصر فيها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجمع التحرير وعدد كبير من اكبر الفنادق والمتحف المصري، كل الاماكن دي فيها كاميرات، لم تلتقط صورة واحدة صورة تقول ان الثوار قتلوا حد او استفزوا حد. لكن للأسف كل الصور اللي عرضناها من وقت الحدث، لكن طبعا دماغكم نسيت لأنها جت وراها بلاوي كتير، كل الصور والفيديوهات تثبت تورط المجلس النتن، مجلس العسكري النتن في قتل المتظاهرين السلميين. يقول لك استفزوهم، ضربني بوشه يا سعاده البيه، وريتك انا ايه المحاكمه الخزعبليه دي، ايه اللي بيتقال ده؟ والله انا محرج اعرض لك بعض الصور اللي مش زايد 18 زايد كل حاجه اللي عملوها الاقذار والاوساخ دول، جنود الجيش للاسف الشديد بيتبولوا على المتظاهرين، واقفين فوق المجمع العلمي يتبولوا على المتظاهرين، لكن احنا نسينا، وبيشيروا باشارات ابيحه للمتظاهرين. نتيجه ايه؟ نتيجه الشحن، زي ما قتلوهم ريحتهم نتنة. يعني ده بص حضرتك، دول اللي بيتكلم عنهم شيرين كانوا واقفين فوق الاسوار بيعملوا كده، حاجه زباله يعني. شيرين اصدر حكم مجحف، حكم اقل ما يقال عنه انه حكم بشع. حكمت المحكمه حضورين، اولا بمعاقبه المتهم احمد سعد دوما سعد السجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه، وألزمته بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة ما خرجه من أشياء. ثانيا بمصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية. رفعت الجلسة. القاضي مش عاجبه الحكم، كان عايز يدي فوق 15 سنة وفوق 6 مليون جنيه غرامة لدوما وللي زيه. والمحكمة تنوه بأنه وإن كان إعمال صحيح القانون يقتضي مساءلة المتهم أحمد دوما عن جميع الجرائم التي وقعت أثناء التدمر، إلا أنها تقف عاجزة تقيدا بالمبادئ القانونية التي تجعل حدود الدعوة أمام المحكمة التي تحال إليها هي ذات حدودها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، لعدم شمول أمر الإحالة لها، وتتقيد أيضا بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، ذلك أنه لا يجوز أن ينقلب تظلم المرء وبالا عليه. لك نفسي أعمل أكتر من كده، نفسي أنفخهم. محكمة عجزة. آه يا أولادي العجزة. طب الناس اللي ماتت واتقتلت مين هيجيب حقهم؟ الناس اتقتلت واتصابت بهذه الأشكال. بس بطل.